كتلقاو شي 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 عزاره شي عزاره تيتنز على الموت اه تزوجتي اه ماك اخويا باقي صغير تزوجتي ماك خانق راسك وهو كيقول هاد الهضره هادي حيت ما عرفتش عليه العرس كون عرض عليه العرس كون راه فرحان مع راسو ولكن حيت ما عرض عليهش العرس يقول له تزوجتي اه تحبستي تزوجتي ماك خنقتي راسك حتى اصبحت الموضه عند بزاف ديال الشباب الان تيقول لك اخر حاجه نفكر فيها هي الزواج هذه رهبانيه مبتدعه تقول الله يا من تروجون لمثل هذا والاساس انك كتلقى بعض الناس الملتحين المنسوبين الى هذا الدين الملتزمين المستقيمين كتلقى ينشر هذا يقول لك انا اخر حاجه نفكر فيها الزواج فانت عيش العزوبيه هذه رهبانيه عندما اتى هذوك الثلاثه اللي بغاو يتحدوا مع النبي طلع لا ماش قالوا له اش قالوا له تيتزوج انا ما غنتزوجش واحد فيهم قال لهم انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا جاء النبي فانتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم قال انا اني اما اني اخشاكم لله واتقاكم له واني اتزوج النساء واني اتزوج النساء هذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري زوجي حتى نسالي قرايتي زوجي حتى نسالي اختي شكون اللي قال لك القرايه معارضه للزواج بغيت غير نفهم انا شكون اللي عشش لكم في عقولكم يا معشر الشباب هذا الموضوع هذا شكون اللي قال لكم بان القرايه معارضه للزواج بغيت غير نفهم هما الان دابا هي الان كانوا كيجيوها الخطاب ويجيوها العرسان كيجيوها لدارهم وتتقول لهم باغي نقرا خلي بلاتي نسالي باقا عندي 5 سنين عندي سبيسياليزي 3 سنين عندي كذا 4 سنين عندي كذا 8 سنين ها هي دابا خدمات ودارت الطوموبيل ودارت الدار ودارت 40 عام وفيما تتزوج شي واحد يضحك عليها ويخليها علاش لان الراجل باغي الاولاد واخا الشهوة غيدوز غيدوز يبقى يصرف منها الفلوس ويزيد في حاله حتى تولات وتحولات عندنا وظهرت عندنا ظاهرة الميمات شكون هما دوك الميمات اغلبهم هما دوك النساء اللي عندهم فلوس اللي لانهم قراو اللي انهم خدا ليهم العمل وقتهم نهار اللي فكروا في الزواج ما لقاوش ولد الناس ومن لقاو ولد الناس ولد الناس باغي الاولاد وهي كبرات على الاولاد ايوا شنو شنو نتوما ربطتوا الزواج باش ما بغيتش نفهم انا كتلقى الشاب الان اراد ان يتزوج وهذا الزواج تحسينه كل العقول تزوجتي وتبارك الله درتي حفرك تزوجتي وتبارك الله الله يكمل عليك كلشي كيوافق ولكن غير تيبغي يدخل يبدا كيلقى الامور كلها معقده علاش عقدتو هاد الامور نفسيا الرزق من عند الله عز وجل كلشي كيجي من عند الله دابا انا عندي سؤال علاش النهار اللي كيوقع مشكل وكيقول لك اجي انتيا علاش درتي معاه الغلط اجي انت علاش درتي معاه الغلط راه غتمشيو جوجكم للحبس تيقول لك با وتيجي با وما وما هادشي كتب علينا صافي زوجوه مين كيزوجوهم تيقضيو الغلط بداكشي اللي قسم الله ولا حنا خصنا حتى تنزل علينا الضربه للراس عاد نمشيو نديرو امر الله عز وجل ثم لا يكون عندنا فيه اجر لاننا قمنا به ونحن مضطرين هذاك الشيء اللي كيبغيه الشيطان هو اللي كنبغيو نديروه اما الذي يريده الرحمن ما كنديروش تجيو تلقى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على امتي الزمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر كالقابض على الجمر وجي واحد يقول لا انا خصني تنقاد ليها دارها ونقاد لها وبقيتي تما عايش مع العاده السريه ولا عايش انت وياها في الحرام الا من رحم الله وقليل قليل قليل ما هم مشى زمن العفف قليل ما هم